انا سعيده بالجمهور كله اللي معانا، بس للاسف ما اتعرفتش عليه واحد واحد، انما ممكن اسال مين اطول واحد هنا في الاستوديو؟ عارف ان هو طوله فرع. حضرتك طولك قد ايه؟ في حد اطول 190؟ حضرتك لا، ما هو 190 ده. لا، في حد اطول من 190؟ حضرتك 94؟ لا، في 94. بس حضرتك اطول من هنا. انا تاني حضرتك اطول. طيب، يعني حضرتك اطول واحد. انا عايز اشوف اطول واحد حضرتك. معلش تعالى عشان هنعمل خليك كده، بس هننهي الفقره برضو عشان ايه حضرتك اسمك ايه؟ محمد. حضرتك خريج ولا طالب؟ خريج هندسه. خريج هندسه. طيب مين اقصر حد، واحده او واحد في الاستوديو؟ ممكن حضرتك تقف هنا بس. ازيك؟ انت عندك 5 سنين؟ طب ممكن تقفي هنا جنب انكل اللي في هندسه. طيب انا بس كل اللي عايزه اقوله انه احنا سعداء بوجود 2 من مشاهير جينيس للارقام القياسيه. عارفه انه الاختلاف احيانا في بدايه الامر يبدو غريب، انما في النهايه ما ننساش انه البشر كلهم بيشتركوا في سمات كتيره جدا ملهاش علاقه بالبنيان الجسدي، سواء الطول او القصر، الرفع او التخن، البشر ولا حتى الجنسيات. البشر كلهم المفروض يجمعهم إنسانية ومحبة وتقدير وتراحم. أنا سعيدة جدا بوجود أطول رجل في العالم، التركي سلطان كوسين، معنا في الاستوديو. سعيدة بوجودك هنا. بوجود اقصر فتاه في العالم او اقصر امراه في العالم، جيوتي اميجي من الهند. انا سعيده بوجودكم، سعيده بوجودكم في القاهره، واتمنى بجولاتكم يسلموا على بعض. ممكن يسلموا على بعض. طيب اللقطة الأخيرة اللي أنا هطلبها إنه أطول واحد من حضور برنامجنا من الجمهور يتصور مع سلطان. لا، أقعد جنبه بقى عشان تبان، عشان يبان طولك. وأنت ممكن تقعدي هنا تتصوري. عشان بقى محمد، عشان الباشمهندس محمد ده كان مفخرتنا هنا، هو اطول واحد فينا، فعشان يعرف طوله كويس قوي. انت عندك 5 سنين بس، انت فاهمه انه هي عندها 24 سنه ولا مش فاهمه؟ فاهمه؟ طيب ممكن تسلمي عليها؟ Would you shake hands؟ يس. يبقى الاكثر والاكثر والاكثر.